أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أحمد عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، ما علامات الحج المقبول؟ وهل تظهر هي حسية أعلم بها بأن حجي مقبولا؟ الحج المبرور هو الذي يؤدى على الصفة المشروعة مع إخلاص النية لله عز وجل بأن يكمل المناسك على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خذوا عني مناسككم. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتم الحج يعني أدوا مناسكه على المطلوب، وقوله لله يعني الإخلاص لله في النية، لا يكون فيه رياء ولا سمع ولا طمع دنيوي ولا غير ذلك، لهذا يكون الحج مبرورا. وعلامة قبوله أن تكون حالة الإنسان بعد الحج أحسن من حاله قبله، إذا رجع من الحج بحال أحسن وتوبة إلى الله عز وجل ومحافظة على دينه تحسنت حاله، فإن هذا علامة على قبول الحج وعلى أنه حج مبرور. نعم.